زي السورة كده ما بيعملش حاجة، وجوده زي عدمه. خدت كل الأدوية. أيوة محمد، أيوة محمد، امنع التظاهرات يا محمد. أي واحد أمه اتطلقت هيتظاهر؟ مصر مش ملطشة يا محمد. في إيه يا عم؟ في إيه؟ ما تسيب يا عم اللي عايز يزار يزار، اللي مش عايز يزار يشال عنه مزار. عبده، أنت بتتكلم في السياسة ليه؟ أنا آسف يا باشا. أنا مش باشا. أنا آسف يا لواء. أنا مش لواء. أنا آسف يا عميد. أنا مش عميد. أنا آسف يا اسطى. أعمل لك إيه؟ إيه اللي يرضيك طيب؟ نظفت. أقطع شعري عشان تتبسط طيب ولا وده يعني؟ شعر برضه يا عبده؟ نظفت. نظفت يابا. طب روح نظف الحمام، عشان المرة اللي فاتت كان في ورقة التواليت مرمي في قلب القعدة. ما أنا اللي رميه. أنا مش عارف ليه رئيس مجلس الوزراء متمسك بيك. يمكن عشان خاربها. يا ابني رئيس مجلس الوزارة والوزارة والوزراء وكله جاي دلوقتي في اجتماع مهم. ولا مهم ولا نيلة ولا بتعملوا حاجة. خربتوا البلد الله يخرب بيوتكم كلكم. أقول لك إيه، ما أنت اللي في وشي. أقول لك حاجة؟ قول. خدت كل الأدوية. أيوة يا محمد، أيوة يا محمد، دخل وزير الزراعة يا محمد. وزير الزراعة اهو، خليه يدخل. خش يا ابني. أنا وزير والله العظيم، وزير وعهد الله وزير. والنبي يا باشا أكلمهم على البوابة أقول لهم إني وزير، عشان كل يوم وأنا داخل يقولوا لي الجنينة من ورا. معلش برضه مع الوزير أعذرهم. هموت وأعرف مش ميتين عين ليه إني وزير. معلش يا معالي الباشا، حضرتك يعني برضه الا الباشا ظابط. اه ظابط. طب والنبي كنت عايز منك خدمه. اتفضل. عندي الواد ابن اخويا سحب رخصه الجرار بتاعه، قال ايه كان مفيم الازاز. قلت لك مليون مره يا معالي الوزير انا مش ظابط في المرور. امال انت ظابط في ايه؟ ظابط هنا في الوزاره. ايوه صح، هنا الوزاره، وانا رئيس الوزراء اختارني وزير، مش عارف ليه، مجنون ده ولا ايه حكايته؟ ايوه يا محمد، محمد النهارده في اجتماع مهم يا محمد. اي وزير يجي دخله يا محمد. دخل وزير البترول يا محمد. اتفضل يا معالي الوزير. اسف جدا 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 يا بهوات، بقالي ساعتين في طابور البنزينه مش عارف امون، مفيش ولا نقطه بنزين واحده. والنبي يا معالي الاسطبيليا كنت عايز منك خدمه. بلي يا فلاليحو، عندنا الاسطوانه اللي في البيت فضيت، فكنا عايزين يعني معاليك تملى لنا اسطوانه. اسطوانه بوتاجاز؟ امال اسطوانه شاهيناز؟ طب قول لي تعال. اقول لك ايه؟ بقول لك عايز انبوبه. كلها يومين بالظبط يا معالي الوزير وتطلع الكروت الذكيه، تصرف حصتك انت ومراتك والبوتاجاز كمان. طب والكروت الذكيه دي هتفهم النوعيه بتاعتي دي؟ بقول لك كروت ذكيه يعني تفهم اي حد على وجه البسيطه. ابسطها لك. اه عارف القريه الذكيه؟ ده ناس كمنها. ما هو واضح يا حبيبي، القريه الذكيه دي هي اللي بتطلع الكروت الذكيه. فهمت؟ اه فهمت، ان في قريه ذكيه وكروت ذكيه. انا بحب المزرعه السعيده. اه والله فلاح فاقد الاهليه والزملكاويه. اي حد عايز يدخل دخله يا محمد. دخل وزير الصحه والكهرباء والرياضه يا محمد. فارق كبير، فارق عظيم، اديله عمري وبرضه اكس برارالي. اهلا يا معالي وزير الكهرباء. اهلا وسهلا بيك. منور يا معالي وزير الكهرباء. ربنا يخليك يا رب، ده نورك والله. يا فندم قلت لك مليون مره ما تسلمش عليا. اسف جدا، اسف. اصلا انا عندي كهرباء زياده على المخ. هو حضرتك مين؟ انا وزير الزراعه. امال بتاع البانجو يبقى شكله ايه؟ يبقى شكل وزير الرياضه كده. منور يا كابتن كارتيلي. الا بقى الاستاذ يبقى مين؟ انا الدكتور عبد الكريم دوايا، ومش لاقي دوايا. بقى معقوله مش لاقي دواك؟ ومعانا معالي وزير الصحه. اهلا يا معالي وزير. اه هقوم بسرعه اروح مننا. هتموت في الاجتماع الجاي والله. تعال 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 بسرعه. اسف جدا، اصلا انا عندي كهرباء زياده على المخ. مخ؟ طب احمي
احمد ربنا ان عندك مخ. هو حضرتك مين؟ انا وزير الزراعه. وانا وزير الكهرباء. الدكتور عبد الكريم دوايا ومش لاقي دوايا. ده حافظ مش فاهم. قال ايه صوت المكنه ده يا باشا؟ ده معالي وزيره البيئه وصلت. البيئه نظيفه. الله الله. والجو نظيف. وزيره البيئه. يا لطيف يا لطيف. يا لطيف يا لطيف. شكرا يا عبدو. سلام يا امو. سلام. ازيكم يا وزر؟ عاملين ايه؟ ازيك يا عنبة؟ اهلا 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 وزير الرياضه اللي وكسنا ومرجعنا لورا. ما تحترمي نفسك يا ست انت. انا مش عارف عينكم وزير البيئه ازاي. زي السكر في الشاي. ويجون ويجون ويجون. يلا يا بتاعه البيئه. يلا يا بتاع غانا. اجيب لك مونتيري. والنبي اجيبهولك. ليه؟ اهلا اهلا وزير الزراعه. اهلا يا كيداه. انا عايز اعرف حاجه، مين اللي دخل الحمام ده وما شدش السيفون وهو خارج؟ مين؟ تلاقيها وزيرة البيئة. انتي احترم نفسك، ده انا واقفة جنبك حتى. انا بيئة بس نظيفة قوي. ده انا حاطة في الحمام بتاعي بدل السيفون ثلاثة. بدل السيفون ثلاثة ليه؟ نافورة. وإيه الحق يا ولية؟ هو اللي ما شدش السيفون عشان تبقى فاهم. ربنا العالم. ثانية يا جماعة. معالي وزير الصحة عايز يقول لكم حاجة مهمة جدا. يا جماعة أهم حاجة النظافة، ها؟ تغسلوا إيديكوا قبل الأكل وبعد الأكل وأثناء الأكل 5 مرات في اليوم. ما نقطعها أحسن يابا. إيه دي؟ نقطع لك إيدينا أحسن يابا. ما تنهدش معايا عبده تعبان. مش قادر يقول لك 5 مرات الصبح و10 مرات دي تبوش. معلش يا عبده معلش. طب قول يا اخوانا عيب. عيب ايه اللي نظافه ونغسل ايدينا؟ عيب، ده احنا وزراء. ايوه. قال ايه السيفون دي؟ انت عارف الدش؟ اللي من فوق دي اقلبه الناحيه التانية يبقى سيفون. وزيرة البيئة هي اللي ما شدتش السيفون. احترم نفسك، انا مش عايز ارد عليك. مش احترم نفسي، اللي انت بتعمليه ده اصلا غلط. غلط على الزلط. ايه ده ماله ده؟ ما يصحش كده، ما يصحش كده معالي وزير. رئيس الوزراء داخل معالي وزير. بجد يا حضرة البجباشي، يعني انت مش عامل لي مفاجأة؟ ممكن تبعد عني عشان ريحتك جاز. جاز ولا لسه ما جاز؟ اتفضل اقعد. والله العظيم تلاتة أكبر عيب اللي بيحصل ده. لما أنا أبقى قاعد مفيش احترام ليا يبقى عيب، وأقوم دلوقتي أدور الضرب في الناس. عبدو. إيه ده يا حبيبي؟ عبدو. إيه يا ابني؟ أنت ليه معادك هنا؟ ما أنا بمدلكوا على حاجة. بتمد عليا؟ أنت عايز ترفدني يا عبدو؟ عشان نخلص. يا ابني رئيس الوزراء جاي. اتفضل امشي يا عبدو. بنفسه. بنفسه يا عبدو امشي. خش يابا والنبي جنبك يابا. يلا 4 ورا يا اسطى اطلع أنت. يلا خلاص. اتفضل يا معالي رئيس الوزراء. اهلا 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 اهلا. صباح الخير. صباح النور عالبا النور، يسعد صباحك هلا وسرور لما يزقزق العصفور. سوي سوي سيو سوي سوي سيو سوي سوي سيو سوي 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 سوي. فينك يا عصفورة وين ما نشوفك غير بتطيري، ما عندك غير جناحين شمرين غير انا. انت يا زف. استنى يابا. بولا 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 بولا. انت يا نيلة. في ايه يا عم؟ بولا بولا. عبدو. حصل ايه؟ يا عبدو. جرى ايه؟ يا عبدو. حصل ايه؟ يا عبدو. جرى ايه يا عم؟ خلاص يا عبدو اطلع بره واعمل لي قهوة. بقول لك ايه، ما بلاش القهوة. ليه؟ لحسن مدرة للبول. والله. اطلع بره يا عبدو واسمع الكلام بعد اذن حضرتك. طب ما تجيب بوسه مشبك. اطلع بره يا عبدو. اطلع بره. انا بحبك والله يا عم. والمس